مرحب بحضراتكم مرة أخرى في الزراعة مباشر. موسم حصاد القمح، ماذا حققنا؟ الكميات اللي تم توريدها، المساحة الحقيقية التي تم زراعتها في مصر، مدى نجاح هذا الموسم. معايا على الهاتف الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. كل عام وحضرتك طيب يا دكتور محمد. كل عام وحضرتك طيب، وكل عام والسادة المشاهدين بكل خير، ومصر كلها بخير، ونفضل دايما في تقدم وازدهار باذن الله الى يوم الدين ان شاء الله. امين ان شاء الله. دكتور محمد، تقييم حضرتك او تقييم او البيانات الرسميه من وزاره الزراعه بالنسبه لموسم القمح، المساحه، الكميه التي تم توريدها، هل هناك بعض المعوقات تم التعامل معها، مدى نجاح موسم توريد القمح؟ الحقيقه الحمد لله موسم القمح هذا العام باشر طفره كبيره جدا. المساحه المزرعه احنا وصلنا لحوالي 3.25 مليون فدان، ودي مساحه يعني مساحه طيبه جدا مقارنه بالاعوام السابقه. احنا في زياده كبيره جدا حصلت. كمان احنا عندنا حجم الانتاج السنه دي ان شاء الله متوقع يعدي 9 مليون فدان، 9 مليون طن، انا اسف. طبعا ده برضو انتاج عالي مقارنه بالعام الماضي، في طفره كبيره جدا. بنشوف كمان التوريد اللي بيحصل للاقماح اللي بتروح لوزاره التموين والشركات والمطاحن وكده. الحقيقه احنا حجم التوريد احنا تخطينا حجم التوريد بتاع العام الماضي، واحنا مكملين ان شاء الله في عمليات التوريد. والحمد لله احنا وصلنا، كان اخر حاجه احنا كنا وصلنا لحوالي 3.2 مليون طن تم توريدهم. احنا عندنا لسه مساحات، وعندنا مساحات نقدر نوردها، وعندنا في اقبال كبير من المزارعين الحقيقه للتوريد، وفي انتظام في عمليه التوريد. طبعا زي ما انت حضرتك عارف، والوزاره بتشكل لجنه لمتابعه ضمان الوصول الاموال بشكل سهل للمواطنين، ضمان سهوله عمليه التوريد، ما يكونش في تكدسات، ما يكونش في انزحام، كل الامور دي ماشيه بشكل طيب جدا. عمليات التوريد بتمشي بسهوله ويسر وتيسير على المواطنين بشكل كبير. ان شاء الله باذن الله يعني يكون هذا العام هو عام استثنائي للقمح المصري، وان شاء الله نستمر عليه ويفضل ده هو المنهج بتاعنا. وطبعا ما ينفعش نغفل دور البحث العلمي اللي ساعد في تحقيق هذه النهضه في مجال انتاج القمح، باستنباط اصناف جديده تقدر تقاوم الامراض، اصناف جديده لها انتاجيه عاليه، زي طبعا شندويل 1، 614، 612، 6، عندنا اكثر من صنف الحقيقه بيعمل انتاجيه كبيره جدا، وفي اصناف منهم تقاوم الامراض، تحمل ظروف المناخيه الصعبه بتاعت مصر. تمام. حضرتك بتقول لي ان احنا الانتاجيه المتوقعه 9 مليون طن، وتم توريده لاخر رقم 3.25 مليون طن. الفجوه دي بتروح فين؟ لا يا فندم، هو احنا عندنا اللي بياخد مننا التوريد اللي بيروح للحكومه ده توريد بيروح للمطاحن الحكوميه. ايوه. ده اللي بيروح لخدمه تجيب في الخبز لكن احنا عندنا بالظبط، لكن احنا عندنا كمان في مصانع بتاعت مكرونه، في مصانع بتاعت معجنات، في مصانع بتاعت مخابز مطاحن قطاع خاص، كل ده بيبدا يشتغل ويبدا يورد للسوق المحلي انواع اخرى من انواع الدقيق والحاجات اللي لها علاقه بانتاج الاقماح. فاحنا طبيعي لازم بنوفر انتاجنا للسوق المحليه بكل انواعه وطوائفه. والحقيقه احنا بندي وفقا لحجم الاحتياج بتاع او حجم التوريد، بيكون وفقا للاحتياجات اللي بيبقى مطلوبه من كل الجهات والمؤسسات. تمام. هسال حضرتك على جزئيه ثانيه سريعه، انا عارف ان حضرتك عندك ارتباطات. منظومه الكارت الذكي هي هتساهم بشكل كبير جدا في الارقام السليمه اللي احنا بنعلنها من خلال وزاره الزراعه. حققنا ايه في هذه المنظومه؟ هل من المنتظر ان احنا نشوف مردود ليها على ارض الواقع وان هي تتطبق في عدد من المحافظات؟ ان شاء الله باذن الله قريبا هيبقى في يعني نتائج طيبه جدا لكارت الفلاح. الكارت ده هيكون مهم جدا جدا لخدمه اهالينا المزارعين. احنا نقدر ناخد قرار، نبني قرار على معلومة صائبة، ولا قرار يبنى إلا إذا كان هناك معلومة صحيحة. نقدر نبني قرار إذا كانت هناك معلومة صحيحة، أما إذا كانت هناك معلومة منقوصة أو غير مكتملة هتأثر على أي قرار. ففكرة الكارت الذكي إن إحنا يبقى عندنا قاعدة بيانات واضحة لحجم الأراضي المملوكة عندنا، ومين اللي مالكها، وبيزرعها إيه، ومين اللي بيستغلها استغلال سيء، ومين اللي بيستغلها استغلال جيد، ومين اللي بيقدر يعمل عليها أنشطة مكملة، ومين وحجم المياه اللي موجود، وكمية الإنتاج ده هل المطلوبة في السوق ولا لأ. بتغطي كل التكاليف وكل الحاجات المتاحة عندنا، فيبقى عندك قاعدة بيانات واضحة تقدر تاخد قرار بناء عليها، قرار صائب وسليم، وتخدم المزارع وتخدم الدوله المصريه وتحقق التنميه المستدامه ان شاء الله في المنطقه في المجال الزراعي باذن الله. ان شاء الله. دكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزاره الزراعه واستصلاح الاراضي، بشكر حضرتك بالتوفيق يا فندم، الف شكر. 9 مليون طن، وزي ما انا كنت بتكلم مع الدكتور محمد وانا قاصد اوضح الجزئيه دي، احنا عندنا استخدامات كثيره وعندنا قطاعات كثيره بتعتمد على محصول القمح في تصنيعه،
وبالتالي ده كله دعم لاحتياجاتنا كمصريين. بنستورد جانب علشان نستكمل بيه احتياجاتنا على مدار العام، وده يعني خطوة مهمة. انت بتتكلم على زيادة سكانية، بتتكلم على مساحة ارض ثابتة، بتتكلم ان انت احتياجاتك بتزيد. فالنهاردة التحدي كان متمثل فيه ازاي الفلاح يورد المحصول بدون معاناة، وان هو ياخد مستحقاته في اقرب وقت. ده اللي بيتم.